السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. ليلة القدر، والتي يقول فيها ربنا عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. لماذا ربنا عز وجل سمى هذه السورة بسورة القدر؟ قيل لأن قدرها عظيم ومنزلتها كبيرة عند الله، وقيل بأن هذه الليلة المكرمة يقع فيها الأقدار، الله عز وجل ينزل أقدار العباد من شقاء أو سعادة أو صحة أو مرض أو غنى أو فقر أو موت أو حياة، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. حتى قال العلماء بأن من سوف يكونون ضيوف الرحمن في الحج والعمرة يتم اختيارهم في قرعة في السماء. ففي هذه الليلة المعظمة ربنا عز وجل يحدث أشياء كثيرة، وأعظم حدث وقع في هذه الليلة هو أعظم حدث وقع في التاريخ برمته، وهو نزول القرآن الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر. أمر الله عز وجل جبريل عليه السلام فأخذ القرآن الكريم اللوح من اللوح المحفوظ الذي هو في بيت رب العزة، ونزل به دفعة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ثم بدأ ينزل به منجما مفرقا حسب الوقائع والأحداث. وكان أول ما نزل منه خمس آيات صبيحة تلك الليلة، وهي التي تسمى بآية العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه الليلة المعظمة ربنا عز وجل ينزل فيها الملائكة. الملائكة ينزلون في كبكبة معهم جبريل عليه السلام، يسلمون ويباركون كل من كان يصلي أو يذكر الله جالسا أو قاعدا أو قائما في تلك الليلة حتى بزوغ الفجر. هذه الليلة معظمة تساوي عند الله تعالى بل أكثر من ألف شهر، وألف شهر هو 83 سنة وأربعة أشهر. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمم السابقة كانوا يعمرون طويلا، 1000 سنة، 1500 سنة. سيدنا نوح مثلا لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله، نحن هذه الأمة نعيش قليل، ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. فأعطانا الله تعالى هذه الكرامة، قيام ليلة القدر تساوي 83 سنة بل أكثر، خير 83 سنة 4 شهور. تصور معي اللي عاش 10 سنوات بعد البلوغ وأدرك ليلة القدر كأنه عاش 830 سنة، واللي عاش غير 20 سنة بعد البلوغ وأدرك ليلة القدر كأنه عاش فيها فقط 1630 سنة، وقس على ذلك من السنوات العظام. هذه الليلة المباركة متى تكون؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. ومرة ثانية قال: التمسوها في العشر الأواخر الوترية من رمضان. مرة أخرى عرفها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد أريتها لكن قد نسيتها. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: لما خرجت لكي أخبركم بها وجدت صحابيان يحتقان يختصمان فرفعها الله عني، فقال: التمسوها في العشر الأواخر الوترية من رمضان. الصحابة اجتهدوا وقالوا بأن لها علامات، فمن علامتها مثلا أن تلك الليلة يكون هناك نشاط دؤوب، الناس يستعدون أكثر للصلاة والعبادة والذكر أكثر من الأيام الأخرى. كذلك هذه الليلة المباركة المعظمة فيها السلم والسلام والأمان، سلام هي حتى مطلع الفجر، وتكون فيها الإضاءة قوية لأنك تنزل فيها الملائكة والروح في هذه الليلة المعظمة.
ثم ممكن من علامتها أن الناس قد يرونها في المنام. فقد سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فلما مجموعة الصحابة قالوا رأيناها في المنام، قال لهم أي ليلة؟ قالوا ليلة 27. فقال عبد الله بن عمر لا يمكن أن تتواطأ رؤاكم المنامية على الكذب، فقال لعلها 27. كذلك أبي بن كعب الصحابي الجليل كان يقسم يقول والذي بعث محمد بالحق إني لأعلم أي ليلة هي، إنها ليلة 27، وإن شمسها تطلع صبيحتها طاهرة نقية صفية. علماء معاصر حاولوا أن يستعملوا المنطق الرياضي أو أسلوب الإحصاء الرياضي في القرآن الكريم ليقفوا على ليلة القدر. فهذه السورة عدد كلماتها 30 كلمة، ليلة القدر إذا حسبنا هذه السورة فيها 30 كلمة، والشهر فيه 30 يوم، بمعنى أن عدد كلمات السورة تعدل عدد أيام الشهر. فقال ربنا عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر. كلمة هي هي رقم 27. العلماء قالوا هذه كلمة هي زائدة، لو أن ربنا عز وجل قال سلام حتى مطلع الفجر لكان الكلام مستقيما، فهي زائدة. فقالوا لماذا؟ قالوا لأن هي رقم 27. كذلك كلمة ليلة القدر، هذه الكلمة شحال من حرف فيها؟ فيها 7 أحرف. ولاحظوا بأن هذه الكلمة تكررت 3 مرات في القرآن الكريم. إن أنزلناه في ليلة القدر 1، وما أدراك ما ليلة القدر 2، ليلة القدر خير 3، وثلاثة في 9 تساوي 27. كل هذه الحيثيات تفيد بأن الراجح أن هذه الليلة هي ليلة 27. أمنا عائشة رضي الله عنها الفقيهة لم تسأل النبي عن الليلة متى هي، ولكن قالت أرأيت يا رسول الله إن أدركت هذه الليلة ماذا عساني أن أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فعلينا أن نواظب أيها الأحبة الكرام في هذه الليلة على هذه الكلمة، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، دعاء بالصفح والعفو والكرم الإلهي. كذلك علينا أن نكثر من فعل الصالحات من صلاة وتهجد وركوع وسجود، وإذا تعبنا نجلس نأخذ جرعة ماء، ونكثر من تلاوة القرآن والتدبر في آياته العظام، ثم نكثر من التسبيح والتكبير والتهليل، وأيضا نكثر من الصدقة، فالصدقة تضرب في أكثر من 1000 مرة، كل صدقة صدقت بها في هذه الليلة تضرب أجرها وثوابها أكثر من 1000 مرة. فالخير عظيم هذه الأيام المباركة، فنسأل الله تعالى أن يبلغنا ليلة القدر، وأن يرزقنا فيها أوفر النصيب، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، ويرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم. اللهم آمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.